دروس من العطاء والبذل تقدمها مملكة الإنسانية خلال فترة وأخرى. في ملف الصحة وبالتحديد التطوع الصحي، نجد أكثر من 100,000 متطوع خلال أيام منذ بداية أزمة كورونا، وهو في ازدياد. وهذا يعكس إنسانية المواطن ومبادرته الدائمة لنيل شرف خدمة الوطن والإنسان. ومن التطوع الصحي إلى التطوع في توزيع الغذاء، وهو أحد الأبواب في فصل الإنسانية مليء بالشواهد على أرض الواقع، ولا تكاد تجد مدينة في المملكة بلا تطوع في توزيع المساعدات الغذائية أو العينية. فريق تطوعي جعل شعاره حيث الإنسان أولاً، يلتزم أفراده في الميدان بالإجراءات الاحترازية، ويقدمون مع الكثير من الفرق في جدة عملاً يومياً للتخفيف من أثار جائحة كورونا. الحمد لله فضل الله توصلنا لعشر مدن في المملكة العربية السعودية، وكذلك عندنا فريق في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى فرق في دول أفريقيا. وزعنا 500 سلة في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الأسبوعين الماضية، وبإذن الله من الأسبوعين القادم حيتم توزيع 3,000 سلة غذائية في المدينة المنورة و100 سلة غذائية في مدينة جدة. اختيار المستفيدين تكون عن طريق جمعية مجتمع جميل الخيرية وجمعية طيب النسائية. بعد كده تواصلوا إدارة الحملات مع الأسر ويتم فرز الأحياء والأسامي. بعد كده يجي توصل لإدارة المهام توزع ميدانيا. يستمر المتطوع في الميدان خلال شهر رمضان بالعمل بلا كلل أو ملل، حاملا شعار قيادة الوطن: الإنسان أولا. لقناة الإخبارية، خالد المطرفي، جدة.